تحية تربوية خاصة لأولياء أمور تلميذات وتلاميذ مؤسسة صوفيا، مفعمة بتقديري واحترامي حسن الاستجابة حضوريا للقاء التواصل الهادف إلى إرساء معالم التعاقد المبدئي المراهن على التفعيل المثمر لمبدأ التربية المشتركة بين الأسرة والمؤسسة، في صدد ماذا؟ في صدد مواكبة وتتبع مسار التنشئة الاجتماعية بالإعمال الثنائي الأساسي والناضج للأدوار المتكاملة بين المؤسستين، توافقا مع الخط التدبيري التربوي المعتمد في جانبه المتعلق بالعمل على بناء العلاقة التعاقدية مع أولياء أمور التلاميذ على مبدأ الشفافية والموضوعية والتواصل لمختلف أبعاده ومستوياته ومراحله الزمنية. في إطار التصور المعلن عنه وعلى غرار السنوات الماضية، عمد الفريق الإداري والتربوي على وضع برنامج عمل الموسم الدراسي التواصلي بتنظيم أو ببرمجة تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية بصيغة مغايرة هادفة إلى جعل أولياء أمور التلميذات والتلاميذ في قلب المستجدات التربوية والمستحدثات البيداغوجية التي وسمت انطلاق الموسم الدراسي الحالي. وإذا كانت المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، واعتبارا لما شهد استئناف الدراسة من أحداث طبيعية جيولوجية مأساوية تبتلت في زلزال الأطلس انعكست آثاره بشكل مباشر على المجتمع المدرسي بالمناطق المتضررة خصوصا، استأذنكم بالانعطاف استهلال هذا اللقاء بالترحم على مفقودي الأمة الشهداء الذين قضوا نحبهم جراء الزلزال المدوي، سائلين المولى جلت قدرته أن يتولاهم بالرحمة والغفران ويمنح ذويهم الصبر والسلوان وقوة الإيمان بقضاء الله وقدرته البالغة على تغيير الأحوال إلى ما هو أفضل وفق الإرادة المولوية المتبصرة والحكيمة للملك محمد السادس، نصره الله وسدد خطاه لما فيه الخير للأمة جمعاء. وبعد ذلك نعود للترحاب بكم مجددا في هذا اللقاء ذو الطابع التواصلي التعاقدي والطبيعة التعريفية الإطلاعية، وفق لحظات ومحطات تتمحور عناصرها حسب جدول الأعمال حول ما يلي: تحديد وإبراز وتوضيح مبادئ ومرتكزات المشروع التربوي البيداغوجي المحين للمؤسسة ودعاماته الإجرائية واختياراته التكوينية والتقويمية وأهدافه المأمولة، ومن التحديد إلى الكيفية المتعلقة بمنهجية التدبير وتفعيل البرامج والمناهج والمقررات والوسائل المعتمدة في التصريف الأدائي والتنزيل البيداغوجي والديدكتيكي، ومنهما إلى الإجابة على السؤال وفق أي أدوات وآليات يمكن أجراء هذا المشروع وتتبعه ميدانيا حسب مستجدات الموسم الدراسي 2023-2024، ولأية أهداف الممكنة الإجمال في الشعار المرفوع: من أجل مدرسة رائدة فاعلة في إحداث التغيير الوظيفي وتطوير الأداء والارتقاء بالحصيلة والمنتوج بالإنصاف وتمكين الجودة. وفي إطار ذلك يمكن إجمال المحددات الجوهرية لبلورة وتنزيل المشروع التربوي البيداغوجي للمؤسسة على أرض الواقع في المؤشرات المركزية الأساسية التالية: أولاً، اهتمام
المشروع التربوي للمؤسسة بتطوير وتنويع العرض التربوي المدرسي والنموذج البيداغوجي بالتوافق والانسجام مع مستحدثات منظومة إصلاح منظومة التربية والتكوين ومستحدثات التربية الحديثة. ثانياً، اعتماد التوازن في تفعيل التمكن من اللغة العربية وإتقان اللغات الأجنبية وبالتحديد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وفق الإطار التنظيمي المتمثل في المسالك الدولية، وتعزيز امتلاك المتعلمين والمتعلمات من الكفايات اللغوية عبر آلية تمكينهم في السلك الثانوي التأهيلي من الحصول على شهادة الكفاءة في اللغة الفرنسية، وهو ما يصطلح عليه بلودلف اي لودلف، مصادق عليها من وزارة التربية الوطنية الفرنسية وحسب الاتفاقية المبرمة مع المعهد الفرنسي في سددها. وتمكين المتعلمات والمتعلمين في نفس السياق اللغوي من إتقان اللغة الإنجليزية أيضا، واجتياز التقويمات الإجمالية والتصديق والإشهاد عليها من جامعة كامبريدج المعترف بها دوليا وحسب اتفاقية الشراكة المبرمة في ذات الصدد مع المؤسسة. ثالثا، تجويد التعلمات واعتبارها غاية وهدف لكل الإجراءات والعمليات والمبادرات المنهجية الديدكتيكية منها والتقنية. رابعا، تكريس التوجه القائم على جعل المتعلم جوهر كل العمليات التعليمية والأنشطة التعلمية الشاملة للمهارات الحياتية، والمعلم فاعل باعتباره أساسيا في تحسين الأداء وتطوير المنتوج وتحقيق الأهداف. خامسا، الشروع المتواصل والممنهج في مؤسسة التعلم الرقمي والتوظيف المثمر لتكنولوجيات المعلومات في التدريس وتجاوز النمطية وشحن الأذهان بالمعلومات بشكل جاهز. سادسا، اعتماد الآليات التكنولوجية في تعلم التعلم وسنح فرصة التلاميذ للمشاركة في بناء التعلمات الأساس عبر توظيفها وتوظيف القدرات وفي امتلاك المهارات واكتساب الكفايات الأساس والتعلمات الأساس عبر وسيط السبورة التفاعلية TBI في صيغتها المتطورة وتطويعها لجعلها أداة محفزة لإثارة الانتباه واستدعاء التركيز وإدكاء الرغبة في المشاركة، مشاركة التلاميذ طبعا في بناء معطيات الدروس بمنهجيات مقارباتية ملائمة. سابعا، إرساء مؤسسة تربوية منفتحة متفائلة بشكل متواصل مع المستجدات والمستحدثات، مراهنة على تحسين الأداء التربوي وتحقيق جودة التعلمات عبر جعل المتعلم في قلب كل العمليات والإجراءات التدبيرية لفعل التعلم بطرق نشيطة وفعالة. ثامنا، تجميع البيداغوجيات في صيغة ما يصطلح عليه ببرنامج تعلم، ويقصد به التدريس وفق المستوى المناسب لقدرات المتعلمين والمتعلمات باعتباره إطارا منهجيا قائم على تنويع البيداغوجيات وتعدد المقاربات من بيداغوجية الأهداف إلى بيداغوجية الإدماج إلى بيداغوجية اللعب إلى بيداغوجية الخطأ إلى البيداغوجية الفارقية إلى بيداغوجية التعلم النشط إلى بيداغوجية المشروع وغيرها من البيداغوجيات. تاسعا، ارتكاز المشروع التربوي للمؤسسة على اعتماد كل المبادرات الفاعلة في تحقيق الأهداف المنشودة والإعمال المتواصل في التوظيف الإيجابي الكفيل بجعل الممارسة الميدانية للفاعلين التربويين متجددة باستمرار من أجل متعلم
متفتح منفتح على مكونات عصره التكنولوجية المختلفة، مقبل على المشاركة في بناء وإرساء تعلماته، موظف لقدراته، مكتسبا للمهارات وممتلكا للكفايات الأساسية والمستعرضة إلى جانب المهارات الحياتية. عاشرا، تمكين التنشئة الاجتماعية في مستواها التربوي التعليمي التعلمي بالمراهنة على بناء الإنسان باعتباره مشروعا للتربية والتكوين بالتدريج والتأهيل المناسب والتوظيف الأساسي للقدرات الفردية المختلفة بين التلاميذ المتعلمين والإنصات لحاجياتهم من الدعم للقدرات والتقوية والمصاحبة والمواكبة والارتقاء بالكفايات المعرفية والمنهجية والسلوكية التواصلية بالانفتاح على مختلف البيداغوجيات والمقاربات القمينة بإرساء وبناء تثبيت وتوظيف وترسيم بوادر المشروع الشخصي للتلميذ بالإعمال المبدئي للإنصاف وتكافؤ فرص تعلم التعلم، تعلم التعايش، تعلم كيفية الاندماج البعدي الفردي والاجتماعي. تلك هي الرهانات الأساسية التي تشكل المرتكزات الموجهة والمبلورة للمشروع التربوي للمؤسسة. وفي إطار استكمال الإحاطة بمقتضياته التنزيلية وتقريبها إلى الأذهان، نعرج بالمداخلة نحو الإجابة عن السؤال الممكن والمحتمل حول ماهية الدعامات والآليات المعتمدة في الأجرأة والتنزيل والتتبع الميداني حسب مستجدات الموسم الدراسي الحالي 2023-2024. وفي إطار ذلك نحاول أن نلخص ونركز على محاور الأجرأة والتفعيل لكل ما سبق ذكره والتي تتمثل أساساً في التلميذ كمشارك في بناء التعلمات من خلال التركيز العمليات التعليمية التعلمية والأنشطة المهاراتية على جعله تلميذ متعلم إنسان مستفيد من تعلم وظيفي منصف وتدريس مناسب لقدراته ودعم علاجي استدراكي منتج ودعومات فارقية فاعلة في تحقيق مطلب تعلم التعلم ليصبح تلميذا متمكنا من امتلاك الكفايات الأساس مكتسبا لمختلف التعلمات ذات العلاقة بالكفايات والمهارات الحياتية. وأعتقد بأن هذا التلميذ المراهن عليه يحتاج إلى من يساعده، من يوجهه، من يأخذ بيده، من يبلور كل مقتضيات المشروع التربوي للمؤسسة المنفذ لها، المنزل لها على أرض الواقع. هذا المفعل لا يعدو إلا أن يكون فاعلا أساسيا ويتمثل في الأستاذ. الأستاذ المسؤول أخلاقيا المنخرط مهنيا في أجرأة تمكين التعلمات الأساس، مساهم بشكل فعلي وفاعل في تطوير الأداء وتحقيق أهداف الارتقاء بالمردودية. عبر ماذا؟ عبر مأسسة العمل التربوي البيداغوجي وفق مبدأ التعاقد والحكامة في التدبير البيداغوجي الناضج للفاعل التربوي الأستاذ المبرور الأساسي للمشروع التربوي ميدانيا وفق تصور قائم على جعل الممارسة الميدانية مشروعا
شخصيا للأستاذ يتجدد باستمرار وبانخراطه الإيجابي في تفعيل مقتضيات تحسين الأداء وتطوير المنتوج وتحقيق المردودية بالإنتاجية المطلوبة والالتزام المهني والأخلاقي الضروري وربط التدبير بالنتائج والمسؤولية بالمحاسبة. ومنهما معا يمكن الحديث أيضا عن الفضاء، الفضاء المحتضن، الفضاء المحتضن لكل هذه العمليات ولكل التفاعلات المتعلقة بمحور الأساسي الذي هو التلميذ المستهدف والأستاذ المفعل المنزل طبعا المتتبع المرافق الموجه للتنشئة التربوية والبيداغوجية للتلاميذ الذين مستهدفين لكي يصبحوا ممتلكين لمجمل التعلمات الأساس بالكفايات اللازمة لجعلهم قادرين على استدامة فعل التعلم مدى الحياة. المؤسسة، المؤسسة الفاعلة الناضجة، المؤسسة العاملة على الارتقاء بالمنتوج وتطويره وفق مجمل الانتظارات، المؤسسة الموفرة للظروف الملائمة للاشتغال الوظيفي الهادف، المؤسسة المجهزة بالوسائل والتجهيزات التكنولوجية الرقمية، المؤسسة المواطنة المرافقة لامتلاك التلميذ ليس فقط لمجمل الكفايات المتعلقة بالجانب المعرفي والمنهجي والديدكتيكي، بل أيضا بكل ما يتعلق بالقيم، قيم المواطنة، قيم التعايش، قيم التسامح، قيم الاندماج والانخراط إلى غير ذلك. وهذا ما نحققه من خلال التوظيف الأمثل والاستثمار المثمر لبيداغوجية مشاريع الأقسام. المؤسسة التي تحرص على تنويع أنشطة الحياة المدرسية من أجل إرساء مدرسة مواطنة منصفة منفتحة على محيطها الخارجي المتنوع، مدرسة مخولة لروادها المتعلمين الحق بالاستفادة من تربية وتكوين وتأهيل موفور الجدوى والجاذبية الشخصية ملائم للاندماج والارتقاء بالفرد والمجتمع. وأعتقد بأن المراهنة على هذا الاندماج لا يمكن الاكتفاء في ظلها بما يفعل ويعمل داخل الفصول فقط وداخل المحيط المدرسي. المؤسسة مطالبة في إطار تحقيق هدف الانخراط والاندماج الفردي والاجتماعي البادي من الانفتاح على محيطها الخارجي، وفي إطار ذلك تجدر الإشارة إلى استفادة نخبة من تلاميذ المؤسسة من المشاركة في برنامج دولي رائد في التكوين الثقافي والاجتماعي الاقتصادي والدبلوماسي الموازي الدولي، والحضوة بتمثيل المغرب بصفة سفراء المغرب الشباب بمنظمة الأمم المتحدة خلال دورتين 2018-2019 و 2021-2022. ودائما في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي وجعل متعلميها متعلمين مواطنين متعلمي المستقبل منخرطين في كل المستجدات ومنفعلين بكل ما يتعلق بالتنمية، التنمية بمختلف مجالاتها. في هذا الصدد تم اختيار مؤسسة صوفيا ضمن 20 مؤسسة تعليمية مغربية للمشاركة في الدورة 16 للملتقى الدولي لتكوين وتأهيل الشباب لقيادة البرنامج أو البرامج التنموية لمنظمة الأمم المتحدة تحت شعار المستقبل الذي نريد Future We Want، والذي نظم لأول مرة في بلد إفريقي بمدينة مراكش خلال الفترة ما بين 24 و 27 نوفمبر
2022 بمشاركة 80 بلدا شامل إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا. مبادرة رائدة بكل المقاييس السانحة للمؤسسات المختارة المشاركة، ومن ضمنهم مؤسسة صوفيا بالحظو بالإدراج ضمن تصنيف دولي للمؤسسات التعليمية الفاعلة والمفاعلة لتكوين الشباب اجتماعيا اقتصاديا ودبلوماسيا وعلميا وثقافيا المستجيبة للمعايير 17 لمنظمة الأمم المتحدة والمنخرطة في الفيدرالية العالمية للجمعيات التابعة للأمم المتحدة طبقا للقرار 288/06 للمنظمة العالمية. وفي سياق ذلك نعلن بكل اعتزاز وافتخار وبناء على مقومات المشروع التربوي للمؤسسة واستجابة لتوجهاته التكوينية والتأهيلية الاندماجية المفاعلة للانخراط الإيجابي في مختلف البرامج المحلية والدولية والمبادرات الارتقائية السابقة الذكر، سيتم التوقيع على قيمة مضافة وإضافية اعترافية انخراطية دولية لمؤسسة صوفيا التي سوف تندرج وتصبح عضو في نسيج المؤسسات التعليمية العالمية ذات الاهتمامات بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التنموية، وهو ما يصطلح عليه بـ Moroccan School for the United Nation. تلك هي التوجهات الأساسية والمرتكزات المبدئية والدعامات الجوهرية والأهداف الإجرائية والنظرية التصورية الفلسفية التربوية البيداغوجية والمنهجية لكيفية تنزيل مقتضيات المشروع التربوي للمؤسسة على أرض الواقع في صيغة وضعيات قابلة للتتبع والتقويم والتقييم. نستسمح الحضور الكريم في التعريج بالتدخل نحو ذكر بعض ملامح التصور الإجرائي في صيغة المستجدات التدبيرية التربوية البيداغوجية برسم الموسم الدراسي 2023/2024. وهذه المستجدات تتعلق أساسا باعتماد ثلاث محاور أساسية وتتعلق بما يصطلح عليه بـ EEAF Enseignement efficace Apprentissage fonctionnel وباستعمال الوظيفي لبرنامج تارل التدريس والتقويم وفق المستوى المناسب لقدرات التلاميذ والتفعيل الإجرائي لمبدأ الإنصاف وتكافؤ فرص ليس فرص التمدرس للجميع وإنما فرص تعلم التعلم للجميع. ثم المؤسسة تنحو وتعمل جاهدة بفضل كل مواردها وأطرها لكي تصبح مؤسسة تعليمية فاعلة في إحداث التغيير وتمكين الرهانات. ومن حيث آليات التدبير ودعامات الأجر أو التفعيل، أعتقد بأن هناك ثلاث مستويات. المستوى الأول ويتعلق بالمستوى الأدائي الصفي، ثم المستوى الثاني باستراتيجية العمل بالمشروع والتدبير بالنتائج، والمستوى الثالث يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية التي تدعم وتفعل وتؤجرئ كل ما يعمل ويفعل ويستوعب من طرف التلاميذ في إطار أنشطة تعليمية تعلمية هادفة إلى بناء الإنسان بشكل متكامل لكل جوانب شخصيته فكرية دينية وجدانية عاطفية عملية تقنية إلى غير سلوكية أيضا تواصلية تعايشية إلى غير ذلك.
وفي إطار إرساء معالم لحكامة تدبيرية ومقاربة تشاركية بين على صعيد مختلف المستويات، نعتمد على منهجية للتتبع الميداني والمواكبة المستمرة لانخراط المسؤول لمختلف مستويات القيادة التدبيرية لهذا المشروع من إدارة ومؤثرون وأساتذة ومتتبعون مرافقون يتمثلون في أولياء وأمور تلميذات وتلاميذ مؤسسة صوفيا الرائدة في مجال التربية والتكوين، ليس كشعار فقط وإنما كواقع يضع نفسه محط المعاينة، محط للتتبع ومحط للتقويم المناسب والتقييم المساهم في الارتقاء بالمنتوج والمردودية وفق المطلوب. وللإحاطة والتعريف بالوسائل والأدوات والموارد المعرفية والبشرية، نفسح المجال لتدخل الفاعلين التربويين مشكورين مسبقا على تفاعلهم المنتج مع المشروع التربوي للمؤسسة واحترام قدرات مستهدفيه من التلميذات والتلاميذ. وبذلك نكون قد استوفينا بالشرح والتوضيح لمحاور اللقاء، وكما استأذنتكم في البداية لتقديم التعازي للأسر المغربية المكلومة، استسمحكم بالختم بتهنئة جميع المغاربة بالحظ المستحق بتنظيم مونديال 2030 باعتباره حلم قارة ومشروع أمة قابل للخوض وقابل لخوض غماره بكل طموح وتحدي ورهانات مغربية متعددة الأبعاد التنموية من منطلق اعتبار الرياضة، صناعة وتسويق واستثمار، ورسالة نموذجية عنوانها السلام والتسامح والاندماج. شكرا على صبركم، حسن تتبعكم ومتابعتكم للفقرات الموالية لهذا اللقاء التواصلي الاستراتيجي الذي نبتدئ به موسم دراسي نرقى إلى جعله مختلفا عن المواسم السابقة بتحقيقنا لكل الأهداف المنتظرة والمأمولة. شكرا مرة أخرى.